اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم كما أرسلت لنا رسلا مبشرين ومنذرين، اللهم اجعلنا من عبادك الطائعين لك والمستعينين بك. اللهم علق قلوبنا بك حتى لا نستعين إلا بك ولا نلجأ إلا إليك ولا نمد أيدينا إلا أمامك. يا رب يا رب استعنا بك فأعنتنا، وطلبنا منك فأعطيتنا، وسألناك فأجبتنا، واستخرناك فاخترت لنا. اللهم لا تكلنا إلى نفوس ضلت الطريق وقلوب أفسدتها الشهوات وإلى صحبة أبعدتنا عنك. اللهم علمنا كيف نحيا حياة ترضى بها عنا، وأعنا على تربية الأولاد وحسن عشرة الأزواج وبر الوالدين والإحسان إلى الفقراء ومساعدة المساكين ونشر الدين وأداء الصلاة وسائر العبادات، وأعنا على الحجاب وتحمل المسؤوليات، وأعنا على إصلاح قلوبنا حتى ندرك الحقيقة من وجودنا فنصحو من غفلتنا ونعرف ونعمل ما يصلحنا، فنستعد للقائك فنحن أسلمنا إليك وعلى يقين بك، ورأيناك بقلوبنا وتحدثت إلينا في كتابك. اللهم زاد شوقنا إليك وزاد خوفنا من عصيانك، والعمر قصير ولا طاقة لنا على تكملة المسير، فالعقبات أبعدتنا والدنيا لهتنا وشعورنا بالاحتياج أهلكنا، فضعفنا أمام المحن وانكسرت جوانا الهمم، فضعف السير إليك فقلت العبادات ونسينا ما تعلمناه، فصدمتنا الحياة فسقطنا في الطريق، وها نحن عدنا إليك ونحن نعلم أنك مشتاق إلينا وكلنا رجاء فيك. أمرتنا بالاستعانة بك وها نحن نستعين وإليك محتاجين، وقلوبنا بين يديك فقلبها كيف شئت وبما شئت. اللهم أحينا على مرادك وراضنا بقضائك، واشرح صدور ضاقت وأنر البصائر حتى نرى الطريق، ومدنا بمدد من عندك حتى نسير إليك كما تشاء ليس كما نشاء، وارزقنا بهمة لنتخطى العقبات، فنحن لا حول لنا ولا قوة بدونك. يا رب دعوناك في أحب الشهور إليك، ودعوناك ونحن صائمون وعندنا رجاء في أنك تقبلت، فأصلح قلوب فسدت وأجساد مرضت وعبادة فطرت وبصائر عميت، واهدي عقول ضلت، وصلي على من علمنا الطريق وأخبرنا عنك وأمرنا بالاستعانة بك، ما ترك خيرا إلا وقد أخبرنا به، فهو خير من استعان بك فأعنته، وخير من لجأ إليك فهديته، وخير من سألك فأجبته. فأعنا على تحمل الرسالة بعده، وأعنا على حسن البلاغ عنك. اللهم أيقظ قلوب قد ماتت وهمم قد لانت، وأعنا على الدفاع عن دينك حتى الموت. اللهم صلي على نبيك استعان بك في الأحزاب فنصرته، واستعان بك في الهجرة فسترته، واستعان بك على التبليغ فعصمته، واستعان بك وهو فقير فأغنيته، واستعان بك وهو مريض فشفيته، واستعان بك على فقد الحبيب فصبرته، واستعان بك على الأحزان ففرحته. يا رب أجزه عنا خير الجزاء، علم وصبر وجاهد، فأعنا على السير على خطاه حتى نلقاه وبلغه منا السلام.